السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2025. حلقة سهلة وبسيطة كده في الأول، هنعرف إحنا محتاجين إيه في بداية الكيمياء السنة. مش هنقول عليه كورس تأسيس، ولكن هنقول عليه حصة فتح الباب بتاع المنهج. النهاردة إن شاء الله هعرفك أنت محتاج إيه من اللي فات، عشان قبل ما تروح درس الكيمياء في أول حصة تبقى عارف الحاجات دي. أول حاجة أنت محتاج شوية الرموز دول، محتاج تبقى حافظ الرموز دول، عارف طبعا أنت عارفهم كلهم، هتبص عليهم كده ورقة وقلم وتكتب: هيدروجين، هيليوم، ليثيوم، بريليوم، بورون، كربون، نيتروجين، أكسجين، فلور، نيون. دول أول 10 عناصر: هيدروجين، هيليوم، ليثيوم، بريليوم، و بورون، كربون، نيتروجين، اكسجين، فلور، نيون. من 1 لحد 10 هتلاقي الناحية التانية جايب لك صوديوم، مغنيسيوم، ألمونيوم، سيليكون، فوسفور، كبريت، كلور أرجون، بوتاسيوم، كالسيوم. دول أول 20 عنصر في الجدول الدوري. حضرتك بتبدأ من العنصر 21، فلازم تبقى عارف ال20 عنصر الأولانيين، التكافؤات بتاعتهم طبعا. وأنت ماشي كده الهيدروجين تكافؤ أحادي، الهيليوم كامل، تبدأ بعد كده ليثيوم احادي، بريليوم ثنائي، بورون ثلاثي، كربون رباعي، نيتروجين ثلاثي، اكسجين ثنائي، فلور فلور هيبقى احادي، والنيون خامل يعني تكافؤه صفري. بعد كده هتروح للصوديوم احادي، مغنيسيوم ثنائي، عشان طبعا المغنيسيوم بيبقى توزيعه 2 8 2 فبيفقد ال2 الكترون اللي في الاخر. الالومنيوم تكافؤه ثلاثي عنده 3 الكترونات، السيليكون زي الكربون في نفس مجموعه 4، الفوسفور زي النيتروجين في نفس مجموعة 3، الكبريت زي الأكسجين في نفس مجموعة الثنائي، والكلور زي الفلور زي البروم كله تكافؤه أحادي، الأرجون زي الهيليوم تكافؤه صفري، البوتاسيوم زي الصوديوم تكافؤه أحادي، والكالسيوم زي المغنيسيوم تكافؤه ثنائي. احفظ. طيب، رموز أهم عناصر السلسلة الانتقالية الأولى دي اللي هتدرسهم في الأول خالص. فأنت حضرتك في الأول كده هتحفظ العناصر معايا واحدة واحدة، وتخلي بالك العناصر بتاعت السلسلة الانتقالية الأولى بتبدأ من السكندوم، والسكندوم بعد الكالسيوم في الدورة الرابعة في بداية السلسلة الانتقالية الأولى. سكندوم، تيتانيوم، فانديوم، كروم، مانجانيز. 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 طبعا هو كاتب لي التكافؤات، والتكافؤ بيختلف عن عدد التأكسد، لأن احنا ندرس أعداد التأكسد بالتفصيل. سكندوم تكافؤ ثلاثي، التيتانيوم رباعي، الفناديوم خماسي، الكروم ثلاثي، المنجنيز ثنائي ورباعي، عندك حديد ثنائي وثلاثي، الكوبالت ثنائي، طبعا كلهم بقى ثنائي، يعني من بعد الحديد كله ثنائي، الخمسة الآخرة دول كلهم تكافؤهم ثنائي، اللي هو الكوبالت والنيكل والنحاس والإيه والخرسان. يبقى العناصر العشرة اللي احنا هندرسهم ونفضل شغالين فيهم الباب الأولاني كامل هتحفظهم قولا واحدا بالترتيب، مع انهم موجودين في ورق المفاهيم وموجودين معاك، بس انت محتاج على طول تنجز بالترتيب. سكانديوم تيتانيوم فانديوم كروم، سكانديوم تيتانيوم فانديوم كروم، منجنيز حديد، كوبالت نيكل، نحاس خرسين، منجنيز حديد، كوبالت نيكل، نحاس خرسين. المجموعات الذريه اللي انت محتاج تعرفها ايه؟ المجموعات الذريه ديت مجموعه من الذرات مرتبطه مع بعضها، عامله مجموعه، عامله رابطه مع بعضها، مرتبطة مع بعضها وماشية في التفاعل الكيميائي كأنها ذرة واحدة. المجموعات ديت في عندها حاجة اسمها بيكربونات، 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 بيكربونات بادئة بإتش، هي كربونات وفيها إتش. أنت عندك حمض اسمه حمض الكربونيك H2CO3، الحمض ده لو شلت منه إتش هيتبقى إتش وCO3، فبيخلي المجموعة بيكربونات أو اسمها كربونات هيدروجينية. ولو شلت الاتشين فيبقى CO3 سالب 2 فيبقى اسمها مجموعة كربونات زيه بالظبط H2SO4. لو انا شلت الاتش فيبقى HSO4 سالب. طيب بعد كده يبقى SO4 سالب 2 اهو. فبيقول لي هنا البيكربونات اهي والكربونات اهي، هما الاتنين مصدرهم نفس الحمض. بيكربونات احادي، امونيوم، مجموعه الامونيوم، امونيوم، 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 ان اتش 4 موجب. وعاوزك تبقى ناصح وفاهم والدنيا ماشيه معاك زي الفل. انت عندك ان اتش 3 امونيا، ان اتش 4 موجب امونيوم،
الألمونيوم. ماشي، نترات NO3، نيتريت NO2، نترات NO3، نيتريت NO2. طيب عندك بقى هنا هيدروكسي OH، برمنجانات MnO4 سالب، ألمونات AlO2 سالب، Al2O سالب، Al2O سالب، AlO2 سالب، AlO2 سالب. سيانيد سيانات او ات او خلاص كده، سيانات سيو دي جايه منين؟ من الكبريت اهو، اس، يبقى الاس ده سيو، خلاص كده سيو سيانات. طيب عندك بعد كده بقى في كربونات CO3 سالب 2، كبريتات SO4 سالب 2، كبريتيت. عاوزك تلاحظ ان في فرق ما بين الكبريتات والكبريتيت. الاكسجينه كتير ات، اكسجينه قليل ايت، زي نترات اكسجينه كتير 3، نيتريت اللي اخره ات اكسجينه اكتر، اللي اخره ايت اكسجينه اقل. نترات 3 اكسجين، نيتريت 2 اكسجين، كبريتات 4 اكسجين، كبريتيت 3 اكسجين. واحد يقول لي يعني 4 و3، لا اقول لك ايه، قارن الاكسجين اكتر ات، الاكسجين اقل ايت. فيو كبريتات، واحد يقول لي طب ما الاكسجين هنا 3 بس هنا 2 كبريت، يبقى هنا كده الاسم اتغير، احنا كنا بنقارن هنا عدد الكبريت متساوي، هنا عدد الكبريت مختلف، هنا عدد النيتروجين متساوي، يبقى فيو كبريتات. كرومات ثاني كرومات، كرومات CrO4 ثاني كرومات CR2O6. رباعي الصيانات ديت اللي هي S4O6 سالب 2. عندك مجموعه واحده تكافؤ ثلاثي وهي مجموعه الفوسفات، حاول حضرتك تطلع ورقه وقلم واحفظ المجموعات ديت عشان هتتكرر معانا كتير في المجموعة. جميع المجموعات الذريه سالبه الشحنه ما عدا ال NH4 موجبه، كل المجموعات اللي احنا قلناها سالبه ما عدا مجموعه الامونيوم NH4 هي الموجبه. طيب ازاي انت بتكتب صيغه؟ تكتب صيغه ازاي؟ قال هنا بتكتب الرمز الكيميائي لكل عنصر او مجموعه ذريه في موقعها حسب الاسم من اليسار لليمين. انا مثلا عندي هنا كده كلوريد كالسيوم، كالسيوم سي اي، والكلور سي ال. بعد كده بقى اللي بتكتب كل رمز اهو، بتكتب تحت كل رمز التكافؤ الخاص به، كالسيوم تكافؤ ثنائي والكلور تكافؤ واحد. حاضر. التكافؤ الأحادي ما بيتكتبش في الصيغة النهائية. إذا تشابه تكافؤ الأيونين بيضيعوا بعض، يعني أنا مثلا عندي ثنائي وثنائي، ثلاثي وثلاثي، يعني مثلا الـ AlBO4 ده ثلاثي وده ثلاثي بيضيعوا مع بعض. CA مثلا CaO هنا 2 و2 بيضيعوا مع بعض. طيب لو في اختصار يختصر مفيش بقى، يبقى تبدل التكافؤات زي ما احنا كتبنا كده، تكتب CA CL2. هنا بقى بقول لك ايه، اكسيد الومنيوم ال AL تكافؤ ايه، ال AL الالومنيوم تكافؤ ايه، ثلاثي، والاكسجين تكافؤ ايه، ثنائي. عملنا ايه بعد كده؟ بدل، فبقى AL2O3 بس كده. واحد يقول لي احنا بنبدل، اسأل نفسك كده ليه بنبدل؟ عشان نوصل بسرعة، اننا راكبين عجلة مثلا. لا، انت بتبدل عشان انت عندك هنا كده الألمونيوم ده هو الذرة منه بتفقد 3 الكترونات، والأكسجين ده هو الذرة منه بتكتسب 2. طب ده لما يفقد 3 هل الأكسجين هتقدر تاخدهم كلها؟ لا، فنقوم نعمل ايه؟ نجيب كمان ذرة أكسجين، التلاتة مش هيكفوه، خلي بالك كده معايا. انا بقول لك ادي الالومنيوم وادي الاكسجين، ده تكافؤ ثلاثي ده تكافؤ ثنائي، التلاتة ده هم لما يروحوا للاكسجين الاكسجين هيقدر ياخدهم؟ لا، هو بيكتسب 2 بس، فيقوم الاكسجين يجيب كمان ذرة اكسجين. طيب
دول 3 ودول كده اصبحوا كام؟ 4. هيقوموا الاثنين اكسجين يقول له احنا محتاجين كمان ايه؟ ايوه محتاجين كمان الكترونات، فالالومنيوم يقول لهم عادي هجيب كمان ذره الومنيوم معايا، فكده كده كام؟ 3. 3 و3 كام؟ 6، وده هم مجموعهم كام؟ 4. الاكسجين يقول له استنى، ايوه ها كمان 2، بقى كده كام؟ 6. يبقى ذرتين الالومنيوم فقدوا كام الكترون؟ 6. 3 ذرات اكسجين اكتسبوا كام؟ 6. فبقت متساويه ولا مش متساويه؟ اه. يبقى انت عاوز تقول ان تبديل التكافؤات اثناء كتابه الصيغ حتى يتساوى عدد الالكترونات نهي المفقوده مع عدد الالكترونات المكتسبه، تمام؟ نرجع تاني لموضوعنا. هنا بيقول لك ايه؟ صيغة المركبة، بعض الصيغ المركبات يعني. هو بيقول لك هنا كلوريد الصوديوم، انت عارف ان الصوديوم تكافؤ حادي والكلور تكافؤ حادي، عشان كده مكتبناش. طيب كبريتيد الصوديوم، فين تكافؤ الكبريت؟ يبقى الكبريت هنا تكافؤ ثاني. اكسيد الليثيوم، فين تكافؤ الاكسجين؟ طب الصوديوم والليثيوم تكافؤ ما كتبش ليه؟ عشان احاد. طب هنا مش مكتوب حاجة في فلوريد البوتاسيوم، يبقى التكافؤات متساوية. أنا عارف إن البوتاسيوم أحادي يبقى الفلور أحادي، عارف إن الفلور أحادي يبقى البوتاسيوم. طيب بيكربونات مغنيسيوم، بص كده المغنيسيوم تكافؤه كام؟ 2. طب وبالكربونات ما كتبش يبقى 1. طيب أنا عارف إن النحاس هنا ثنائي، أو الكرومات هو إيه لو؟ كرومات نحاس إيه؟ ثنائي. طيب تكافؤ النحاس ما كتبش يبقى كرومات ثنائي. طيب هو هنا بيقول لي كبريتات حديد ثلاثي، فين الحديد اهو؟ فين تكافؤه اهو؟ طب الكبريتات اهي، يبقى بد يعني. انا مثلا لو كتبت لك كده X3A2، فين تكافؤ الاكس؟ 2. فين تكافؤ الايه؟ 3. طب مين شاطر بقى، ممتاز رائع، يقول لي CO2 تكافؤ السي؟ اوعى، مش 2. ليه؟ لان انت عارف ان الاكسجين تكافؤ ثنائي. الاثنين في اثنين بكام؟ 4. الاثنين بتاعت الاكسجين في اثنين بكام؟ 4، يبقى كربون رباعي. عشان اصلا تكافؤ الاكسجين ما اتكتبش يبقى كان تم اختصاره. ازاي يا مستر؟ بص يا حبيبي كده وركز هنا، سي او 4 2، على الاثنين في الواحد، على الاثنين فيها الاثنين، بدل يبقى سي او 2 زيها زي الام ان او 2 زيها زي التي اي او 2. خلي بالك من دي. عندك بقى كلوريد امونيوم، اكسيد امونيوم، نترات امونيوم، خلي بالك دي نترات ماشي، كبريتات امونيوم، هيدروكسيد الكالسيوم، دي كلها صيغ قابلنا صيغ زيها. المهم بقى بالنسبه لطلبه الثالثه ثانوي الحلوين، قواعد توزيع الالكترونات. اول حاجه مبدا البناء التصاعدي. طيب مبدا البناء التصاعدي يا حبيب قلبي يا غالي بنطبقه ازاي؟ بص كده معايا وركز. انت حضرتك بتكتب اللي هما الاوربيتالات، المستويات الفرعيه. انت عندك هنا كده 1s 2s قصاد الناحيه الثانيه 2b 3s قصاد الناحيه الثانيه 3b، عندك نون 4s قصاد الناحية التانية 4B 5S 5B 6S 6B 7S 7B. صعبة؟ لا. واللي عملت ايه تاني كده يا مستر عشان ابقى فاكر؟ ولا أي حاجة. أنا كل اللي عملته كتبت المستويات الفرعية الـ 1S ملوش 1B، ما عندناش حاجة اسمها 1B، 2S قصادها 2B، 3S معاها 3B، 4S قصادها 4B، ابدأ بـ S انتهي بـ B. حضرتك مفيش هنا حاجة،
هنا مفيش حاجة، في النص الجدول مفيش حاجة في الـ3 دورات الأولانية. بيبدأ عندي الثري دي موجودة هنا كده ما بين الفور اس والفور بي، موجود ثري دي خلاص كده. ليه بنملى الفور اس قبل الثري دي؟ قال لك لأن طاقة الفور اس أقل من طاقة الثري دي، وإحنا عندنا مبدأ اسمه مبدأ البناء التصاعد. بعد كده بقى كمل 3D هنا كده هيبقى فيه 4D، بعد كده عندي 5D، بعد كده عندي 6D. طيب بعد كده هيبقى عندي هنا في الدورة السادسة والدورة السابعة موجود 4F 5F بس. عنده عنصر عدده ذري 100 وعاوز أوزعه، هوزعه ازاي؟ دي قدامي. هقول له أول حاجة أنا عندي كده 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10 4b6 5s2 4d10 5b6 6s2 4f 14 5d10 6b6. انا كده مكمل بقى، انا كده شايط. ها 7s2 مش عارف هحط بقى هنا كده باقي الالكترونات، احنا وصلنا كده ال 100 ولا لا؟ هنقوم جايين بعد كده مكملين. هتكمل بقى هنا كده، لو انت عندك عدد الكترونات لو مثلا واحد هيتحط في 6 دي الاول، لو 2 يبقى 1 و1، وبعد كده ابدا اشبع فين؟ في ال 5 خلاص كده. لو انت عندك 118 يبقى هتحط هنا كده 14 وهنا كده 10 وهنا كده 6، يبقى انا وزعت اخر عنصر في الجدول ده التوزيع. يبقى حضر ده التوزيع بتاعنا موزعين كده لحد 30، يعني العنصر بتاعنا الخرسانة هو الموزع 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10. طيب هنا بقى حضرتك تركز معايا في مبدأ البناء التصاعدي، بيقول لك لابد أن تشغل الإلكترونات المستويات الفرعية ذات الطاقة المنخفضة الأقل أولا ثم الأعلى، وبترتب المستويات بالشكل ده ال1s بعدها ال2s بعدها ال2b بعدها ال3s بعدها ال3b كده مفيش مشكلة 1s 2s 2b 3s 3b. ما بين ال 4s وال 4b موجود ال 3d اللي هو في الدورة الثالثة اللي هو السلسلة الانتقالية الأولى، ما بين ال 5s وال 5b موجود ال 4d السلسلة الانتقالية الثانية، ما بين ال 6s وال 6b موجود لانسانيدات في ال 4f موجود سلسلة انتقالية ثالثة في ال 5d، ما بين ال 7s وال 7b موجود اكتينيدات في أسفل الجدول وموجود عندي سلسلة انتقالية رئيسية رابعة. طيب احنا كده هنبدأ نوزع. لو انا مثلا عاوزك توزع عنصر زي الكريبتون 36، عاوز اوزع الكريبتون ده هقول 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 كده 18 لسه وصلت 36، بعد كده 4s2 3d10 كده 30، بعد كده 4b6. طب انا عاوز اوزع بدلاله الغازات الخام، هقوم جاي اقول ده هيليوم ولحد هنا كده نيون ولحد كده ارجون، هقوم شايل دول كلهم وكاتب ارجون كام 18، وبعد كده كاتب اللي بعده 4s2 3d10 4b6. هذا السلسلة الانتقالية الأولى وأنا بوزعها لأقرب غاز خام. أنا المطلوب مني يا حبايب إن أنا أوزع الغازات الخام، أوزع العناصر بتاعت السلسلة الانتقالية الأولى. هذا السكنديوم مثلا، السكنديوم 21، وزعه يلا كده أرجون 18 ال 4s2 3d1. أنا مش عاوز كده، أنا عاوز مبدأ بناء التصاعد. أقول لك عادي يبقى 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6، ايه دولا؟ دول
دول الأرض. بعد كده 4s2 3d1. هنا بقى في ملحوظة لازم نقولها: عناصر السلسلة الانتقالية الأولى اللي هي بتبدأ من السكنديوم 21 وبتنتهي بالخرسين زد ان 30، دول كلهم بتوزعوا بدلالة الأرجون اللي هو كم مستطقة فريق؟ 1 2 3 4 5، وبيجي مستويين الفور اس والثري دي، يبقى انت كده عندك كام؟ 7 مستويات طاقة فرعية. العناصر دي موجودة في الدورة انهي الرابعة، يبقى كمان او 4 مستويات رئيسية. عندي مثلا الحديد اف اي 26، اوزعه 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6، دول كلهم تشيلهم وتحط مكانهم مين يا بطل؟ ارجو 18. بعد كده الفور اس هتاخد 2 والثري دي تاخد كام؟ 6. هتعده كله هتلاقيهم 7 مستويات طاقه فرعيه 4 مستويات طاقه رئيسيه عشان وصلنا للفور اس. هنا تخلي بالك من حته 4 مستويات طاقه رئيسيه. طيب لو انا عندي مثلا كروم وفي ام او كمان، كروم 24 عاوز اوزعه، يبقى 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s3d. المفروض لو حطيت 2 هحط هنا 4، وده كيميائيا ما ينفعش، يبقى هنا 1 وهنا كده كام؟ 5، عشان يبقى اكثر استقرار. طب اهو 42، خلي بالك 24 و42، ماشي؟ يبقى هنا كده 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10 4b6 5s1 4d5. ايه اللي حصل؟ المفروض دي كانت تبقى 2 ودي تبقى 4، ولكن احنا نقلنا 1 و5 عشان يبقى اكثر ايه استقرار. تمام كده؟ ده بالنسبه للتوزيع. عندك عناصر المجموعه 6، عناصر المجموعه 6b في كروم تحت مولوبدينيوم، عناصر المجموعه 1b في نحاس تحت فضه تحت ذهب، يبقى في شذوذ في التوزيع الالكتروني. تمام. هنا بقى في قاعده اسمها قاعده هوند. قاعدة هوند بتقول ايه؟ لا يحدث ازدواج بين الكترونين في مستوى طاقة معين الا بعد ان تشبع الاوربيتالات الفروضة اولا. يعني انا مثلا عندي الاكسجين O8 بوزعه 1s2 2s2 2b4. لو اوزع طبقا لقاعدة هوند، المستوى الاولاني فيه 2 اهو، المستوى التاني فيه 2 اهو، المستوى التالت فيه 3 مستويات، فيه 3 اوربيتالات وعنده 4 الكترونات. اوزعهم ازاي؟ ده 1 2 3 4، وزعته فرادة وبعد كده عملت الزوج زي الفلور. 1s2 اهو، 2s2 اهو، 2b فيها كام؟ 5. 5 دول هنوزعهم ازاي؟ 1 2 3 4 5، يبقى ده الالكترون الخامس. لا يتسع اي اوربيتال في اي مستوى فرع لاكثر من 2 الكترون. انت عندك الاس في اوربيتال 1 فبياخد 2 الكترون، وعدد الاوربيتالات فردية من 1 ل7، يبقى 1 3 5 7. الاس في اوربيتال 2، البي في 3 اوربيتالات ياخد 6، الدي في 5 اوربيتالات يبقوا 10، الاف في 7 اوربيتالات يبقوا كام؟ 14. بمعنى ايه؟ انا عندي الاس بعمله مربع واحد كده، ده اس، البي بيبقوا كده، الدي بيبقوا كده، الاف بيبقوا 7 اوربيتالات، كده تمام. فعدد الالكترونات بيكون ضعف عدد الاوربيتالات في المستويات الايه الفرع. النقطه الثانيه والمهمه جدا في شغلنا وهي اعداد التأكسد. اعداد التأكسد كان جزء مهم جدا السنه اللي فاتت، وده مهم جدا جدا بالنسبه لي.
لو انت حفظت قواعد اعداد التأكسد هتلاقي الدنيا بالنسبة لك بقت سهلة جدا ومريحة. ازاي يا مستر؟ انا عندي مثلا عدد التأكسد ده هو زي التكافؤ كده، ولكن بيوضح الشحنة الموجبة او السالبة، يعني بيعرفني مثلا صوديوم تكافؤ احادي بس احادي موجب لانه فاقد الكترون، الكلور تكافؤ احادي ولكن احادي سالب مثلا. فهنا هو بيوضح الشحنة الموجبة أو السالبة التي تبدو على الذرة أو الأيون، سواء كان المركب بتاعنا أيوني أو تساوي. طيب هنا بيقول لك ملاحظات لحساب أعداد التأكسد. عدد تأكسد الذرة المفردة بيكون إيه؟ صفر. عدد تأكسد الذرة المفردة بيكون صفر، يعني أي ذرة مفردة تكافؤها صفر لأنها متعادلة مش محتاجة، يعني طالما ذرة الواحدة كده يبقى بصفر. عدد تأكسد الذرة بس في جزيء إلا في لز اللي بتحتوي على نوع واحد من الذرات، يعني مثلا الفوسفور بي 4 على طول عدد تأكسد الفوسفور صفر، يبقى طالما الذرات بتاعته متماثلة يبقى برضه بإيه؟ بصفر، لأن السالبية هتكون متساوية وبالتالي فرق السالبية يساوي صفر، مفيش ذرة هتقدر تجذب الإلكترون ناحيتها. يبقى دلوقتي قاعدة الصفر موجودة فين؟ في الذرات المفردة، موجودة في الجزيئات متماثلة الذرات. عدد تأكسد الأيون بقى اللي ظاهر قدامك، يعني هنا عدد تأكسد الحديد 3، عدد تأكسد الهيدروجين 1، عدد تأكسد الأكسجين سالب 2، مش فيها مشكلة. شوف بقى القاعدتين دول ونركز مع بعض. عدد تأكسد الهيدروجين في معظم مركباته موجب 1، لأن الهيدروجين عنده إلكترون بينفض ويفقد الإلكترون ويرتاح، إلا إذا قابل فلز، يعني أنا عنده صوديوم وعنده هيدروجين، ده عاوز يفقد إلكترون وده عاوز يفقد إلكترون، فالهيدروجين هيكتسب غصب عنه، لأن فلز بيفقد ولا فلز المفروض هنا يكتسب، ما عدا عدد تأكسد الهيدروجين في هيدريدات الفلزات النشطة بيكون سالب 1، لأن الفلزات بتكون موجب وهو بالسالب، الليثيوم موجب 1 والهيدروجين سالب 1، الصوديوم موجب 1 والهيدروجين سالب 1. بوتاسيوم موجب 1 والهيدروجين سالب 1، مغنيسيوم موجب 1 موجب 2 والهيدروجين سالب 2 على الاثنين يبقى بسالب 1، الكالسيوم بموجب 2 والهيدروجين بسالب 2 على الاثنين يبقى بسالب 1. عدد تأكسد بعض العناصر الهامة اللي هيقابلنا، المجموعة الأولى ليثيوم صوديوم بوتاسيوم ريبيديوم سيديوم دول الموجب 1 دي، المجموعة الثانية كالسيوم ومغنيسيوم موجب 2، الألمونيوم في المجموعة الثالثة مشهور وبيقابلنا موجب 3، عندك فلور كلور بروميود فلور بروم وكلور، وعندك اليود كمان دول بيبقوا سالب 1، المجموعة السابعة غالبا. عدد تأكسد الأكسجين يا بطال في معظم مركباته سالب 2 ما عدا المركبات الفوقية زي فوق أكسيد الصوديوم وفوق أكسيد الهيدروجين يبقى سالب 1، ما عدا مركبات سوبر الأكسيد زي سوبر أكسيد البوتاسيوم KO2، تخلي بالك من دول يا جميل، مركبات الفوقية ومركبات السوبر عدد تأكسد الأكسجين بيختلف عن سالب 2، وفلوريد الأكسجين بيبقى موجب. طب اشمعنى؟ قال لك عشان الفلور سالب 1 دايما، في 2 هيبقى بسالب 2 يبقى اللي جنبه موجب. وهنا تخلي بالك انت لما بيكون عندك عنصرين أعلى سالبية ياخد إشارة سالبة، أقل سالبية ياخد إشارة إيه؟ موجبة، يعني OF2 الأعلى سالبية فلور ياخد الإشارة السالبة، والأقل سالبية الأكسجين ياخد إشارة موجبة. المجموعات الذرية اللي هتحفظها هجي تحفظها يعني، عندك مجموعة الأمونيوم موجب 1 عدد تأكسدها موجب، كبريتات سالب 2 عدد تأكسدها سالب 2، كربونات سالب 2 عدد تأكسدها سالب 2، نترات سالب 1 عدد تأكسدها سالب 1، هيدروكسيد سالب 1. عاوز اقول لك ان عدد تأكسد المجموعه الذريه بيساوي شحنتها اللي انت حاططها. طب انا بقى لو هحسب المجموع الجبري لاعداد التأكسد على جزيء متعادل مركب يعني هيساوي ايه؟ صفر. ازاي؟ لو انا قلت لك ان A2CO3 وعاوز عدد تأكسد الكربون هنا، سهله يا مستر. ازاي؟ سيبك من اللي موجود تحت ده هتراجعه انت. ها ازاي؟ هاجي اقول لك هنا الصوديوم انت عارفه في المركب بكام؟ بموجب 1 لانه من المجموعه 1A، يبقى 2 في موجب 1 بموجب 2، حلو شاطر. طب الاكسجين سالب 2 غالبا في 3 بسالب 6، طيب عشان اخلي الموجب بيساوي السالب محتاج كم؟ موجب 4، يبقى الكربون هنا بموجب كام؟ 4.
لا حاجة تانية. هو انا عاوز عدد تأكسد الكروم في ثاني كرومات البوتاسيوم، وده المركب اهو. خلاص تعالى نحسبها يلا كده. يلا يا مستر، هقوم كاتب كده K2CR2O7. الكي بوتاسيوم في المجموعة 1A بموجب 1 في 2 يبقى بموجب 2. الأكسجين سالب 2 في 7 سالب 14. شاطر يا مستر. عشان أخلي الموجب يساوي السالب أزود 12 عشان يبقى عندي موجب 14 بيساوي سالب 14. بس ال 12 ده هما على كام؟ على 2، يبقى بموجب كام؟ 6. عفوا، أنا عاوز أحسب عدد تأكسد الكروم من أهو. الكروم نوع إكس زائد الأكسجين سالب 2 في 4 بسالب 8. مش هساوي بصفر الدور ده، أنا هساوي الناحية التانية بسالب 2 لأن دي مجموعة زائد. أعدد الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى ده إكس يساوي سالب 2 موجب 8، يبقى كده بيساوي سالب كام؟ يساوي موجب 6. شاطر يا مستر. عندي هنا كده مثلا ان اتش 4 موجب، اقول له ده صفر وهنا موجب 1، والهيدروجين 4 في موجب 1 هيبقى بموجب 4، والنيتروجين مطلوب، عد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الان هنا هتساوي موجب 1 سالب 4، يبقى كده بيساوي كام؟ سالب 3. الاكسده والاختزال، وديت ان شاء الله نعمل لها جزء لوحدها عشان المفروض ان احنا هنحتاجه في الكهربية ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب في المواد القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.